ابن صراف اغلى ومشرفنا؟ من زمان مو مبين، بس مبين ما انه مضيع لياقته. في شغلات ما بتتخبى. الو، مو قلت لي اني تلفلك اذا بشوف امير بالنادي؟ امير صراف اغلو هون، بعت حدا لحتى يسحبه. لا أشتكي أمري لأحد، أبكي على حالي، آه من الغرام ما فعل بحالي. هي حالتي انا وياك، هذا هو العشق يلي بيحكوا عنه. تماما هو يا امير. تاري هي هي نار الحب يلي بيحكوا عنه. موقع فن، لانك مانك متعود. النار اللي عم تحكي عنها انا هلا عايشها. قد ايه صار لك؟ قد ايه صار لي؟ كتير، ويمكن هالشي من البداية أو حتى من وقت ما ولدت كمان. كوراي حاول تحكي مع هاندا، حتى البنت مو عارفانة شو وضعك بالضبط. لا توجع راسك، وأنا فتت بالحيط لحتى قدرت أحكي مع فريحة، بينما أنت حتى ما حاولت تروح وتحكي مع هاندا. أمير، حتى لو ما عادت طلعت بوشك، أنت بتعرفها لفريحة، هي بتحبك. حتى لو ما حكت شي بس مبينة بتحبك، وأنا بعرفها لهاندا. هاندا ما بتحبني يا أمير، ما بتحبني. هاي كل القصة. أهلين أخي أمير، أهلا وسهلا. لا تخاف، ما رح تموت، بس بدك تتمرمط. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.